صباح الخير مشاهدينا. السرد وهاجس التمرد في روايات فضيلة الفاروق. هالروائية فضيلة الفاروق بدأت حياتها بدراسة الطب لكنها جنحت إلى العمل الأدبي، حيث الحرية والمتعة والفضاءات طبعا المفتوحة. هي أديبة مبدعة ومتمردة وجموحة وأيضا مميزة. هالكاتبة الجزائرية فضيلة الفاروق، طبعا أنا لما بقرأ كتبها بشعر وكأنه هي عم تحرر الفكرة وعم تحرر الفكر من هيك من عدة قيود، خصوصا الأشخاص يلي بيقروا كتابة اكتشاف الشهوة يصابون بالدهشة، وأيضا أقاليم الخوف كمان بتصيبهم هيك بالصميم. صباح الخير. صباح الورد والياسمين والجردينيا وشو ما بدي. اهلا وسهلا فيك. انا بشرفني انه حضرتك تكوني موجوده معنا اليوم. انا اللي بشرفني لانه هالفسحه عن جد نحن بنعتز فيها، انه بعد في برامج بتهتم بالكتاب، لانه في عشاق للادب، في عشاق للشعر والفن ما عم بيلاقوا هالفسحه. انا بشكرك على هالفسحه وبشكر الام تي في عليها. اهلا وسهلا فيك، شرف لنا. لهجتك لبنانيه منيح؟ اكيد. لبنان 90% يمكن. ايه لكن رح بلش من هون من هالنقطة. يعني حضرتك عايشة بلبنان صار لي 17 سنة تقريبا. نعم. بتعرفي أنت بيروت ولبنان عطيوا كتير للكتاب من إيحاءات، من شعر، من جماليات، يعني استعملوها، قدروا يستعملوها بكتبهم. فيك تقولي قدم لك شيء لبنان كإطار كتابي؟ لبنان قدم لي الشيء اللي ما كنت رح لاقيه بأي بلد عربي ولا حتى ببلدي. قدم لي الحرية. بدون حرية ما فيكي تبدعي، بدون حرية ما فيكي حتى تحسي بطعم الحياة. دايما بقول انه فضل بيروت علي كبير جدا. صحيح كانت معاناتي فيها كبيرة، بس لما بشوف مقدار الحرية اللي انا اخذته بلبنان بنسى كل شيء. حتى انه اوقات بعصب من رفقاتي مثلا لما بيقولوا اوف الكهرباء مقطوعة، اوف مدري شو مدري شو. انا لا شيء يزعجني في بيروت، لا شيء ابدا. هيدا يمكن احلى رساله ممكن توجهيها لكل الناس وين ما كانوا عم يحضرونا. بالفعل بالرغم من كل شيء، وهالكل شيء يمكن هو منه شيء كثير هالقد ضئيل وصغير قدام الاشياء الكثير حلوه ببلدنا. فيني اسالك هيك سؤال، ليش برايك نصوصك هي قابله للجدل بكثير من الاحيان؟ لانه انت بتتقصدي هالشيء؟ لانه فكره التحرر مرفوضه عند المجتمع العربي. نعم. الانسان العربي تعود على الخوف، يعني من نحن وصغار بخوفونا انه ما تظهر لانه في شبح مثلا بعد الساعه 6، بالعتم انتبه، بربونا حتى انه ما تقعدي مع خيك لانه صار عمره 14 رجال وانت مره، ما تلعبي مع زميلك لانه هو رجال وانت مره، انتبهي. انه في تربيه على الخوف. الرجل يخاف من المراه، المراه بتخاف من الرجل. المراه عندها احساس انه هي ضحيه على طول وانه هي فريسه ممكن يستفرد فيها، والرجل انه هو وحش. طبعا انقلبت الموازين، نحن مجتمع مش متكامل ومش متوازن، ما مفروض يعني نكون هيك. فلما يطلع رأي آخر يقول لا نحن لازم نحب الآخر، الرجل ليس وحش، المرأة ليست فريسة، بيرفضوا هالشي. يعني تخيلي مثلا بحكي لك قصة عادية. نعم. قديش بنسمع جرائم الشرف عم تصير. نعم. بالعالم العربي كله. ليه؟ لأنه البنت حبت شخص، أحبت رجل، بيقوموا هلأ إذا رحموها وما قتلوها بياخدوها بيعطوها لابن عمها. طب يعني أنا ما بفهم، الذي تحبه ممنوع تعيش معه، فيها تعيش مع واحد بتكرهه. يعني تأسيس للكراهية وترسيخ للأحقاد بكل أنواعها. هالأسرة هيدي كيف رح تطلع؟ رح تطلع تعطي ثمار كراهية جديدة. طبعا الاولاد رح يربوا بجو كراهيه، خلقوا من بذره كراهيه، من بذره كراهيه. هيدا الشيء انا اللي عم حاربه. بدنا تسامح بين الاديان، بدنا تسامح بين الطوائف، بين التسامح بين الاجناس. نعم. بين الالوان. هاي الافكار هيدي بعده المجتمع العربي مش عم يقدر يتقبلها. نعم. انا هلا اذا بقول له مثلا بدي اتجوز واحد اسود، كل العائله بدها تثور. بصير يقول لك يا ريته مسيحي، يا ريته كذا، بس ما يكون اسود. انه هل تفرقه هيدي، هل هو العميقه تنفهم الانسان؟ هيدا الشيء اللي كثير ناقصنا بالعالم. نعم. العربي. طب اكتشاف الشهوه، اكتشاف الشهوه
مبني على علاقة، وضحت علاقة الزواج كيف بتكون بين المرأة والرجل. طبعا نحن منربي المرأة إن شاء الله بطلتي عمرها 35 سنة، إن شاء الله نربيها 40 سنة، لازم تكون نقية وعفيفة بالمفهوم الاجتماعي المعترف عليه، انه ما يكون عندها علاقات، ما تكون يكون عندها جهل تام بالرجل، نعم، ويكون عندها جهل تام بجسدها ايضا، نعم. طيب نهار اللي بتتجوز في هذه الليله يجب ان تنقلب 180 درجه. هيدا الموضوع بالذات اللي حكيت عنه بروايتي انا، هو كيف بالذاته. كيف يحدث هذا الانقلاب؟ هذا الشيء اللي رفضته الزوجه مع الزوج، وطبعا هن الزوج عاش بفرنسا، نعم، وعاش تجربه مع تجربه زواج مع فرنسيه ما نجحت لاسباب، فبيبعثوا له وحده من الجزائر باكج انه هيدي بتناسبك. بتناسبك بكل شيء فيها. فما بتناسبه، وبتكتشف هي تبلش تكتشف جسدها انه هذا الجسد لي، ما يحدث لي أنا لازم أتحكم فيه مش الآخر. المطالب الآخر هيدي لازم تكون مشتركة، لازم يكون فيها توافق. فالموضوع اللي حكيت فيه حتى النساء ما تقبلوا. يمكن بهيدا الكتاب آخر كتاب كنت سميت الأشياء أوقات شوي مثل منا، ما كان في عندي كتير مواربة، كنت شوي هيك كاستانت، لأنه كتار كتبوا قبل مني. أنا قبل ما أكون كاتبة أنا قارئة، نعم، وأنا قارئة جيدة للرواية وقارئة للشعر وقارئة للمسرح، وأنا تلمذت على أيدي كتاب رجال، نعم، طبعا. والمرأة دايما يا إما ممسوحة تماما، يا إما هي الأم المسكينة اللي ما عندها أي شخصية، يا إما وللأسف هي بائعة الهوى، نعم. النموذج الآخر، نموذج المرأة القوية المتمردة التي تريد أن تغير الواقع وتغير المجتمع وتعيش بشخصيتها، هذا غير موجود. طب أنا زعلاني من كل هالكتاب هولي، ليه ما بيكتبوا؟ ليه ما بيعطونا نموذج آخر؟ يمكن كتار عم يكتبوا بهالموضوع وبهالإطار بالذات وبيناقشوا قصة الشرف وقضية المرأة ومدافعين عنها. أنت شو جبت جديد بهالموضوع؟ أنت شو بدك تقولي هالمرة؟ شو بدك قومي تكسري تمردي وقفتي؟ فعلا أنا بحكي بشكل مباشر. أنا لا أعرف أن أوارب، يعني الخطاب اللامباشر حسيته ما جاب نتيجة، نعم. وبعدين إذا كانت المرأة تنتظر أنه حريتها يعطيها إياها الرجل فهي عم تحلم. ما في شيء بيجي هيك على طبق من ذهب، نعم. المرأة لازم هي تجيب حريتها بنفسها. شو بينقصها برأيك بالرغم من هالتطور؟ وبيقولوا البعض انه الرجال بدهم حقوقهم هلا. طيب هاي نكتة. يعني انا طلعت من قرية صغيرة جدا طبعا، وانا بعتبر اللي صار معي معجزة إلهية، لانه تطلع من هذه القرية واصل الى بيروت، هذا شيء غير طبيعي، نعم. رح احكي لك انه بديسمبر فقط كان والدي الله يرحمه، والدي بالتبني، كان مريض بالمستشفى وكنت معه، فبالليل لبسي بيجاما وكتفي هيك، فبتجي عندي ست من بين الناس اللي بيهتموا بالمرضى، بتقلي فضيلة اعملي معروف، انت الناس بتعرفك وكذا، غطي على حالك. قلت لها ليه؟ قالت لي تخيلي لو واحد اخذ لك صورة وبعت صورة لجوزك ما بيطلقك؟ فأنا انصدمت، قلت لها بتعرفي أنه صوري بكل الجرائد بكل مواقع الانترنت؟ ما استوعبت علي، لأنه عن جد في عالم آخر الناس ما بتعرفه بالمدن وخاصة ببيروت. خدي كل العواصم العربية المرأة بتعاني ولكن بتحب تساير الرجل، لأنه إذا سايرت الرجل معناتها أخذت رضاه. دايما الضعيف بساير القوي طبعا. أنا ما بحب ساير، أنا يا بتتقبلني هيك يا ما تتقبلني، وعمرك ما تتقبلني. يعني مش رح موت انا لانه فلان رفضني. انت عم طالبي بالمساواه بينك وبينه، حتى بالمساواه بالحياه الطبيعيه الجنسيه، يعني يكون في ينعيشوا مع بعضهم من دون زواج. انا بطالب اذا انت بدك تعيش بهالطريقه بهالحريه ما تحاكمني انا، وقت اعيش العشر مما تعيشه انت. يعني نحن ما بنسترجي نعمل علاقات جنسية، بس هو بيعمل علاقات جنسية قبل الزواج، بجرب بعدين يبحث عن وحدة عذراء، وبعدين بيحاسب هذه العذراء عن بعض الكلمات التي تتفوه بها، أو عن فلان كانت تعرفه بالمدرسة، أو عن فلان كانت تعرفه بالجامعة. يعني هالتحقيق هيدا، ليه المرأة دايما متهمة؟
وطبعا هي متهمة مش بس بهذا الجانب، إذا لم تنجب فهي متهمة، وإذا لم تنجب صبي كمان، وإذا لم تنجب صبي فهي متهمة، وإذا أنجبت كثير يا مسكينة مغرقينا بالأولاد وانتهت حياتها تماما، يعني تتحول إلى خادمة. نعم. في نساء بيقلعوا أو يا إما بعد طلاقهم، يا إما إذا كان الرجل كثير واقف معهم. طبعا في رجال فعلا ما بيقبل أبدا أنه يتجوز امرأة ضعيفة، وما بيقبل أنه تكون شريكة حياته سيدة ممسوحة أو سيدة بيت فقط. وهول الرجال أنا بحييهم، لأنه لولاهم ما وصلنا نحن لهيك مطرح. لو لمين ما وصلتي لهون أنت بكتاباتك؟ أنا كان عندي أصدقاء رجال كثر، من والدي الذي أصر أن أتمم تعليمي في وقت كانت العائلة كلها ضدي، وعمل طبعا حرب ما فيك تتخيلي كيف كانت، لأنه كل العائلة كانت ضده، وصلت للتبرؤ منه، ومع هذا أصر أنه لازم أوصل للجامعة. وفتحت باب لبنات العائلة أنه يلحقوا ويروحوا على الجامعة. بس المعاناة اللي عانيتها أنا لولا والدي ما كنت وصلت. لما جيت على لبنان أيضا وقفوا معي أصدقاء ما توقعت أنه ممكن يوقفوا معي. كيف نشرت أول كتاب مثلا، قصة خرافية، أنه أنا تفاجأت أنه طيب اسمي غير معروف بلبنان، مين بده ينشر لي؟ برمت على كل دور النشر ما كنت لاقي. فتعرفت بالصدفة على صديق اسمه بول جدع، وقال لي قديش بكلف الكتاب لنطلعه؟ قلت له بحدود 1200 1000. قال هاي 1500. طبعا بتتفاجئي انه معقول في انسان هيك بدون اي طلب اخر انه هاي 1500 دولار روحي طلعي الكتاب. انا رفضت بالبدايه. لا، اللي بتروحي طلعي الكتاب ورجعي لي اياهم بعد 10 سنين ان شاء الله. يلا بقى، كل ما بيبيع اكثر الكتاب كل ما بيطلع لكم نسخ. لا، لذي انه وقت طلع الكتاب هو اشترى نسخ. زلمه عنده شركه وعنده موظفين وموظفات، فاخذ قسم كبير من الكتاب ووزعه على موظفينه وهداهم على كريسمس. فانا كثير كثير ممنونه له، لانه هيك قلعت، هيك بلشت البداية. نعم. طب الكاتب لما بيكتب بعقله ام بيكتب بقلبه؟ وخصوصا انه انت عندك، يعني عم تقولي والدي كان له فضل عليك لأنه كان في معاناة، كمان هالنوع من الكتابات بكتبك تيجي بنحس في معاناة بمطرح معين، أول شيء في وراها رجل آخر حبيب. أنا عندي أبين، يعني عندي أبي بالتبني وعندي أبي البيولوجي. نعم. اثنينهم كان عندهم أدوار. نعم. اللي تبناني 16 سنة. نعم. ومثقف جدا، هو ملأ راسي بأفكار خارقة للتمرد. وهو أول واحد قدم لي غادة السمان. أي. يعني غادة السمان هي أستاذتي. نعم. هي علمتني كيف كون متمردة وأرفض وأمشي على خط واحد فيه التزام. نعم. أنا التزمت بفكرة ولا مرة غيرتها، يعني إجا وقت الإرهاب مثلا تهددنا أنه لازم نلبس الحجاب، ما قدرت لبسته مستحيل، يعني فضلت اني موت ولا البسه انه خوفا من بشري. رفضت. كان عندي خط التزمت فيه، هذا التمرد الموجود ده. ما بعرف اذا هو تمرد او هو الواحد يكون صادق مع حاله، حق او يكون صادق مع حاله. ضيعت شوي انا وعم بحكي لك السؤال. كده سالتك عن اذا في رجل غير الاب بحياتك هو اللي خليك هالمعاناة تطلعيها بعمل فني. في الرجال اللي قمعوني، في الرجال اللي خدعوني، في الرجال اللي كذبوا علي، هن قائمه طويله جدا. ولكن انا كل فشل بحياتي بعتبره مرحله انه لازم انجح. هذا الرجل يجب ان اتخطاه. وهيك كانت. كيف بنتخطى حب وجعنا؟ منتخطى حب يوجعنا أول شيء بالشغل، وتاني شيء بالنجاح. ما في شيء ممكن ينسينا تجربة حب فاشلة إلا النجاح. أكيد إذا إجانا حب أحلى منه مننجح أكثر، ولكن إذا ما إجا ما رح نوقف عن ذات النقطة. الماضي بموتنا، وأنا عشت كتير بالماضي، عشت حوالي 3 تجارب كانت كتير سيئة بحياتي وخلتني أوقف فترة زمنية 2 3 سنين ما أقدر أقلع. بس يجيني شيء إنه لا، لازم أشتغل، لازم أكتب، لازم طلع شيء.
بس حس بطعمة النجاح كل شيء بيتغير. كوني عم تقتليهم على الورق، اكيد في من ضمن هول الاشخاص يلي عم تحكي عنهم اكيد خلقتيهم بمطرح بروايتك، انت عم تقتليهم على الورق؟ انا عم تنتقمي منهم على الورق؟ انا ما بكذب عليكي، انا موجوده بكل ورا كل الشخصيات وهن موجودين بكل ورا كل الشخصيات والمجتمع والحكايات. يعني انا دائما بقول انه الادب هو صوره مصغره عن الحياه. طيب المرأة ما عندها أفاق واسعة، اكتب عن الأنظمة واكتب عن تجارب السجون والسياسي والنضال السياسي وهالأشياء، نحن تجاربنا صغيرة، بيت شغل عواطف. نعم. وأكثر شيء عواطف ومشكلتنا الأولى هي الجسد، لأنه المجتمع عم بيحكمنا لأني أنثى. لو كنت رجل ما كان شافني. يعني بتاخدي مثلا كتابي أنا وكتاب أمين الزاوي اللي هو مواطني وكاتب جزائري، أمين الزاوي لا يحاسب مثل ما أحاسب أنا. أنا أحاسب دينيا وأخلاقيا، وتقريبا أنه هالمرأة تلوها أو حطوها بالحبس، بس أمين الزاوي يشاد بجرأته وبالمشاهد الجنسية الموجودة بكتابه. يعني في كاتب اسمه سعيد خطيبي اللي انتقدني مرة، وهو صديق على فكرة، انتقدني بشدة وقال أنه أنا استعمل المشاهد الجنسية اللي هي قليلة جدا بأدبي لنوايا سيئة. بيقوم هو شو بيطلع كتاب؟ أورغازم أراب. بفوت بدماغك أنه هيك شيء، لأنه الرجل لا يحاسب عنا شو ما عمل، يخطئ ما بعرف كل أنواع الأخطاء، يحرم على غيره ما يحلل لنفسه. That's it. يعني حكيتي عن كتير مواضيع بتعلق بالمرأة، بذات الوقت أنت كنت موجودة فيهم، عقلك هو اللي بيكتب ولا عاطفتك؟ أنا الاثنين بيكتبوا، وإن كان أنا عاطفية جدا ربما لا أبدو كذلك، لأنه إذا يمكن تجولتي شوي بجوجل. شي بيقول مرأة حديدية، شي بيقول امرأة بلا قلب، شي بيقول، ولكن أنا من برج العقرب. عاطفية جدا، حساسة جدا، و عندي ضعف على كل حال. يلي بيكتب كل هالاشياء الموجوده بهالكتب بكل هالروايات، مش معقول يكون بلا قلب، مش معقول يكون بلا احساس، لانه عم بيفيض الاحساس. يعني بنقدر هيك نلمسه. انا عاطفيه اكثر مما يجب. نعم. واخطائي يمكن كانت بسبب العاطفه مش بسبب العقل. نعم. خلينا نذكر المشاهدين انه يلي بده يحصلوا على الكتاب هو صادر عن الدار العربيه للعلوم ناشرون. فضيلة أهلا وسهلا فيك وشرفتينا، والحديث معك هيك ممتع بس وقت خلص اليوم. خليني أشكر الناشرين تبعي، هن ثلاثة. نعم. جوزيف بوعقل دار الفارابي ورياض الرئيس وبشار شبارو، وفعلا أنا محظوظة جدا بثلاثة، محظوظة فيهم كثير. شكرا لك ست فضيلة الفاروق، أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا دائما تذكروا أنه مفتاح القلب كلمة، وأنه الجمال بيبلش من هون. أنا بودعكم وبلاقيكم المرة القادمة مع كتاب جديد. باي باي. انهم يرقصوا على المسرح مثل نجومهم المفضلين. Dancing with the Stars، حقق حلم كتار. For me that's exactly what dancing is all about. وبرهن انه الاجيال كلها بتتفرج وبترقص مع نجومنا. وهيدا هدف الرقص. I'm impressed. الاطفال تمنوا. لهيك نهايتها مش ممكن تكون الا سعيده. وتحقق حلمهم. استثنائيا ما رح يغدرنا ولا نجم. ما حدا غادر البرنامج. والمنافسة انتقلت لللايف السابع من Dancing with the Stars هالأحد مباشرة بعد الأخبار على الام تي في. This program is brought to you by Diet Pepsi. Shine like a star with Persil. This program is brought to you by Maggi. مين هالسياسي اللي اغتصب 3 ملايين و200 ألف متر مربع من الأملاك البحرية؟ بفترة نص ساعة قدرنا نجيب مواد مخدرة. كيف عم بتفوت هيدي الأدوية من سوريا على لبنان؟ 10 سنة بقود، بكرة ما رح أشرب. دود بالدجاج بالفروج اللي عم يشتري هيدا الزلمة لحتى يطعميه لأولاده. كل ما حطينا تقرير عن الدعارة بيقولوا السكس ببيع. سياسيين آخر همهم أنتم. أخذونا بشيخني أنا وأكثر من 20-30 شخص، ولك يا ريت أخذوني على القبر. أنت حر مع جو معلوف الثلاثة 9:30 على الام تي في. ومش مهم أنك تكون حر، المهم تلبق لك الحرية.
للتواصل مع أنت حر خلال الأسبوع وطرح أي مشكلة تواجهونها أو تصادفونها، اتصلوا على الرقم 04-444-000 على الرقم الداخلي 456. كتير بحبك. طيب مع باز خلي الجو العام.